وأن تخوض أجواء مباريات الدون وميسي فالحلم لم يعد ببعيد فكل ما تحتاجه هو رحلة إلى إسبانيا و300 يورو للساعة وإن كنت من محبي الأفكار غير التقليدية يمكنك جعل حفل زفافك يبدو كمشهد من فيلم سينمائي من خلال إقامته على أحد الملعبين فملاعب كبار أوروبا باتت الآن للإيجار حيث أعلن نادي برشلونة رسميا عن فتح بوابات استاده كامب نوا أمام الجماهير الراغبة في اللعب على أرضه وسرعان ما سار غريمه التقليدي ريال مدريد على خطى حتى أعلن عن فتح أبواب سانتياغو برنابيو أمام عشاق الملكي وتأتي هذه السابقة المبتكرة سعيا من الناديين لتنشيط الموارد المالية وتحسين الدخل للمساهمة في الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها فما أكثر عشاق الساحرة المستديرة ومن المؤكد أن يلاقي الأعلان إقبالا غير مسبوق فمن لا يريد أن يلعب ويحتفل حيث كان أفضل اللاعبين في العالم